أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. معي الأستاذ إعلامي ومهتم بالشأن الكروي ومحلل رياضي كذلك، طال عليه الدم وتحمل المدرب خليل وزيتش مسؤولية النكسة. واش مدرب وكيقول واش مدرب عامين وهو كيشد في 50 مليون في الشهر، في الاخير مرضنا لا نتيجه لا اداء. هذه ما زالت مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي تداعيات النكسه الكرويه اللي وقع فيها المنتخب الوطني، وخصوصا انه الكل كان يمني النفس بنتيجه وبال يعني الهدف، خصوصا عندما توفرت جميع الظروف الماديه والمعنويه من اجل الفوز ولا شيء غير الفوز. لكن للأسف مرة أخرى نقع في نفس السيناريو. غنخليكم مع الأستاذ واللي غادي يقدم لنا مجموعة من التوضيحات وكذلك الأسئلة والتساؤلات اللي كيطرحها كذلك الشارع العام المغربي والشارع الرياضي بصفة خاصة. مرحبا بكم أستاذي على المباشر. تحية طيبة على المباشر. تحية طيبة لقناة شوف تيفي وتحية للأخ المراسل منير بمدينة مكناس. شرف لي أنني أن أحظى بالتفاتة من هذا القناة، وذلك لأتقاسم مع الجمهور المغربي مرارة هذا الإقصاء، هذا الإقصاء اللي جاء على غير المتوقع بحكم الظروف المتوفرة وبحكم المستوى الذي كان ينتظره الجمهور المغربي من فريق وطني قوامه محترفين معظمهم كيمارسوا في خارج أرض الوطن في الفرق الكبرى خارج الوطن، وما كان عليهم او لا ما كان عندهم من حل الا انهم يحققوا الفوز بالكاس، ماشي بالوصول الى هذا المستوى، هذا المستوى اللي خلى جميع المغاربه رجالا ونساء مدمرين، واحد التدمر الذي لا يتصور. علاش؟ لان اي واحد في الجمهور المغربي العيالات في الديور ديالهم الا سولتيهم على الفريق الوطني يقولوا لك على اننا كنا كننتظروا ان الفريق الوطني يوصل لواحد المستوى اكثر من هذا الشيء بحكم الامكانيات اللي متوفره لهذا الفريق الوطني وبحكم الاسماء الوازنه اللي كتشكل هذا الفريق الوطني. ولكن هذه الاسماء الوازنه لا يمكن ان تعطي نتيجه في غياب الانسجام، في غياب توليفه قاره اللي ممكن يعتمدها المدرب. قد يخوض العديد من الناقدين والعديد من الباحثين والعديد من الاختصاصيين في كره القدم وفي المسائل التقنيه فيما يتعلق بالمستوى اللي ظهر به كل لاعب، ولكن انا في نظري كنت اتمنى ان يكون الفريق الوطني مكونا من مجموعه من اللاعبين المحليين، لانه لا فائده في بطوله وطنيه محترفه لا فائدة منها إلا ما كانش غادي يطعم الفريق الوطني بعناصر اللي هي في المستوى. وكنعرفوا على أن جل اللاعبين المغاربة اللي كانوا كيشكلوا المنتخبات الوطنية في السنوات الماضية كانوا كيحققوا نتائج كبيرة. لماذا؟ لأن كان الطموح ديال كل لاعب كيلعب في البطولة الوطنية طموحه هو أنه يحترف فريق من الفرق الأجنبية. حتى ملي كيمشي من فريق محلي فراه كيدي معاه ديك الطاقة ديال الجماهير المحلية، الطاقة ديال المغاربة، ديك التشجيعات ديال الجمهور اللي غادي ملي غادي يمشي للمنتخب وغيرجع راه غيرجع للفريق اللي كاين في سيدي قاسم ولا في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا إذا هاد الروافد كلها كتصب في واحد النهر اللي هو الفريق الوطني اللي خصو يحقق الأمنية ديال هاد الشعب المغربي اللي من هذه من عقود ما فرحناش بالفوز بلقب اللي هو في متناولنا. وهنايا كنجي للمدرب، كنجي للمدرب، ما الفائدة من مدرب كيحقق النتائج؟ حقيقة كان عندنا إيرفي رونار ما حققناش معاه نتائج كبيرة ولكن ظهرنا بمستوى جيد.
لقينا تشكيله، لقينا توليفه، لقينا تشكيله، لقينا انسجام بين اللاعبين، لقينا حماس على الاقل في الشرط. قيبت الحماس كنشوفوه غير في اللقطات اللي كتاخذوا الكاميرا في اللقطات، كنشوفوا على ان هناك حماس، هناك حركيه، هناك انسجام ما بينه وبين اللاعبين، والمستوى اللي كيظهروا به اللاعبين والطريقه باش كيلعبوا بها كيلعبوا اللاعبين كانت الطريقه التي تثلج الصدر. واخا كنهزموا حنا ناس رياضيين، حتى البارح مثلا كو كنهزمنا بشرف ونهزمنا بالكرة ونهزمنا بالرياضة، غادي ما يبقاش فينا الحال بحال المستوى اللي دارنا به. والمفاجأة الكبيرة هو أن بعض العناصر اللي كانت ناقصة جاهزية تقحمات كلاعبين رسميين. أول مرة كنشوفوا النصيري كلاعب رسمي، هذا الحدادي كلاعب رسمي، في حين انه كان مثلا هادو عناصر اللي ممكن كتستعن بهم في العشرين دقيقه الاخيره. في العشرين دقيقه الاخيره الا كنتي داير النتيجه ديال التعادل باغي تحافظ عليها، او لا منتصر وباغي تحافظ على الانتصار او كذا. الناس دابا راه كلشي كيعرف الكره، كلشي كيعرف الكره، كلشي كيعرف كيفاش خاص. ولو بالنسبه للخروج ديال بوفال يقدر يلقى هو مبرر على انه كان عيا، او لا هو كان طالب منه يلعب 70 دقيقه، او لا هذه مسائل اللي ربما في مستودع الملابس كيقول اللاعب انت غادي تلعب 70 دقيقه باش كيعطي داك الطاقه اللي عنده كامله في ديك 70. ولكن بوفال كندير الهم للفريق المصري، كندير الهم للفريق المصري، بالاضافه للمستوى اللي دار فيه بوفال، كان خانق الدفاع المصري على الاقل. يبقى غير على هذاك المستوى والتغييرات اللي غادي تجي غدعم داك الزخم ديال بوفال والتواجد ديال بوفال في على 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 رقعات الملعب. اللي كنشوف انا وهو ربما الاخ منير، هذه النقطه اللي كنت غادي نثير انا دابا، وهو ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم موفرة جميع الشروط اللازمه لتحقيق النجاح بالنسبه للمنتخبات المشاركه في هذه البطولة الإفريقية. كنشوف على أن الفريق الوطني المغربي ربما هو الوحيد اللي كيتمتع بالإمكانيات الكاملة والإمكانيات يعني المبالغ فيها، لأن إلا شتي 80 طن ديال 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 المواد الغذائية اللي مشات للكامرون، والحجز ديال الفندق بأكمله في الكامرون، يعني الفريق الوطني شكل استثناء حتى بالنسبه للراي العام المحلي تما والناس اللي كيتبعوا المنتخبات ديالهم. وهذا ونرجع للمدرب، المدرب خليلوزيتش عامين وهو هو كيدرب الفريق الوطني، وخلال ما تسولش بشحال كيطيح هذاك المدرب. صحيح دازوا مدربين اللي كانوا كياخذوا اكثر منه بكثير، ولكن كانت معاهم نتائج وكانت ظروف معينه وكانت كذا، ولكن هذا خليلوزيتش موفر له الامكانيات كامله اضافه للراتب الكبير اللي كيتقاضاه. والغريب هو انه ليس هناك ادنى تنسيق مع ما يسمى باللجنه التقنيه الوطنيه، وهذا دليل على انه تيستغني على اللاعبين ديال البطوله الوطنيه، تيستغني على اللاعبين ديال البطوله الوطنيه. وما الاسماء التي اقحمت في اللائحه ديال الفريق الوطني المغربي الا لدر الرمادي في العيون باش نقولوا راه دا واحد ولا جوج ولا ثلاثه من 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 البطوله المحليه، وما شفناهمش. ما شفنا زنيتي، ما شفنا كاع اللي مشاو من 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 البطوله الوطنيه، ما شفناهمش في التشكيله ديال خليلوزيتش. كيلعب على النتائج وكيدير لنا بحال داك اللي كيعتمد على الاجتهاد. الى اجتهدوا اصاب فله اجر، واذا اجتهدوا اصاب له اجران، والى اجتهدوا ولم يصب فله اجر الاجتهاد. معناه ان حتى في التصريحات ديالو عمره ما كان واضح في التصريحات ديالو، في حين انه مدربين اخرين كيكونوا واضحين في التصريحات ديالهم وكيكونوا تي الفيز
الموضوع اللي كيهضروا فيه، اما احترام الخاصم وما نقللوش من قيمه الخاصم وما نديروش ضغط على اللاعبين وهذه الهضره هذه كلام مستهلك، والقنوات اللي كنتصنتوا لها ديال الاذاعات وديال كذا هرسوا لنا الدماغ ديالنا بالخبراء والعلماء وغيرهم وحنا بعينينا كنلعبوا ربما احسن من ميسي وحسن من رونالدو وحسن من رحيمي وحسن من احسن منهم كاملين. هنا استاذ يعني سؤالي لك هنا، واش كاينه مسؤوليه ديال الجامعه هاد النكسه؟ الان اصبحت عندها مسؤوليه، علاش؟ لانه ما حققناش الانتصار، وحنا طبعنا هكذا المغاربه طبعنا هكذا، كون كان حققنا الانتصار ودزنا للطور الموالي غادي نقولوا على ان الامور غدا بخير وغدا كذا، والانسان المنطقي والموضوعي هو اللي رغم الانتصار ورغم تحقيق النتائج تيقول ها مواطن الخلل، ها مواطن الضعف، ها مواطن القوه في الفريق باش كنعملوا على اصلاح ما يمكن اصلاحه. بنعرفوا غير التشكيله اللي ممكن اننا نشوفوها تشكيله قاره، وتشكيله اللي تفرج المغاربة راه تيأمنوا بالروح الرياضية وتيأمنوا على أن الكرة فيها منتصر ومنهزم، ولكن أنا نهزم أمام فريق اللي هو أقوى مني، اللي هو عنده تركيبة بشرية أكثر مني، اللي هو كذا. مصر حنا كنا رابحين عليها نهار ديال الراحة، ورابحين عليها نص ساعة ديال اللعب ديال المجهود، لأن لعبوه ما قبل منا 120 دقيقة زائد ضربات الجزاء وما تخلفه ضربات الجزاء من ضغط نفسي على اللاعبين. إذا كنا نجريو المقابلة، خاصة وأننا تقدمنا بهدف، كنا نجريو المقابلة بما يحمي هذاك الهدف ونقلبوا على أننا نزيدوا هدف آخر باش نطمئنوا، وما نخليوش للخصم أنه يخترق الدفاعات ديالنا. تشكيله المنتخب الوطني قاره ما يمكنليش نقول تشكيله اللي تكون قاره ديال المنتخب الوطني، لان ما قالهاش خليل وزيدش براسو الناخب الوطني، ما عمرو عطى تشكيله قاره ديال الفريق. عمرنا ما كنا كنعرفوا 11 لاعب اللي ممكن تلعب ثلاثه المقابلات ولا اربعه متتاليه، وكيبقاو لي شونجمون في جوج اخر يعني ان شونجمون اللي كيدار في الدقيقه 86، شنو غادي تكون تنتظر من ان شونجمون اللي غادي يدار في الدقيقه 86 مع فريق اللي غير كتقيسوا الكره كيتمغط، غير كتقيسوا الكره كيطيح، زائد الدور اللي ممكن يلعبوا المدرب في شحن اللاعبين باش تكون عندهم ديك لاغاج ديك لاغاج ديال الانتصار. وهاد المساله هذه كانت عند المدرب السابق رونار، كان كيبت في اللاعبين لدرجه انه يمكننا نقولوا ان رونار ما حققناش معاه نتائج اللي كنا كنطمحوا لها، ولكن كنا كنشوفوا الكره، كنا كنتمتعوا بالكره. وكيف قلت لك حنا ناس رياضيين والشعب المغربي شعب رياضي. بعض الناس اللي كيطالبوا كيقول لك علاش ما يدارش مناخب وطني؟ على الاقل الذاكره وصلنا معاه في 2004 حتى للفينال. قد لا ماشي بهذه الامكانيات. قد لا اتفق قد لا اتفق لا حتى المدرب المحلي لا يمكن ان نستهين بالكفاءات اللي عندنا في المغرب كمدربين وكأطر كرويه وهذا. لا غير ملي كيجي مثلا النموذج ديال الزكي وفين وصل الفريق الوطني مع الزكي، هنا فين تنقول لك التنسيق مع الطاقم التقني المحيط بهذا. الناس اللي كيساهموا فالزكي الى تذكر عبد الغني الناصري كان هو العقل المدبر ديال النخبه الوطنيه، والزكي كانت عنده ديك لوداس ديك الجراه ديال انه
يعني يجعل اللاعبين يتأقلموا مع الافكار اللي كيجي بها الشخصيه ديال 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 ديال, 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 ديال المدرب. ثم غادي نجيو لواحد العدد لواحد العدد حاجه غير تيسلم على اللاعبين في الدخول وفي الخروج، والا كان شي اتصال كيمشي يدير اتصالات بهم ولا كذا. حجي عمره ما كان مدرب، مصطفى حجي عمره ما كان مدرب مساعد من نهار جا من نهار دارت هذا الجامعه الملكيه المغربيه وبداو يتعاقدوا مع مدربين من غيريس ورونار وكذا، كانوا تيقلبوا على مساعدين ديال المدربين بحكم انهم مطالعين على المستوى ديال دوك اللاعبين وربما تابعوهم في مقابلات لعبوها او كذا او كذا. وحنا ماشي في حاجه لهذا الشيء، احنا في حاجه الفريق وطني اللي كيعيش الانسجام، اللي كيعيش لا كويزيون، اللي كيعيش التناغم، اللي كيولي اللعاب. البارح كنشوفوا التمريرات اللي ربما ما يديرهمش لاعب في قسم الهوات، وكنشوفوهم عند لاعبين تاع الفريق الوطني المغربي. كنشوفوا بعض الحالات اللي كيبان من خلالها ربما نقراوها على ان هذوك اللاعبين يعني ما ضرهمش الانهزام كما ضرنا حنا الجمهور وحنا الملسوعين بحب كرة القدم وحب الفريق الوطني وحب الراية الوطنية وكذا. عشناه وغير على سبيل المثال في هذا المكان اللي حنا كنصوروا فيه، هذا المكان اللي حنا كنصوروا فيه، لولا النباهة ديال صاحب المقهى، صاحب هذا الفضاء هذا، لولا النباهه ديالو ولولا التعاون ديال المستخدمين ديال المقهى ديال امها، ما كناش نخرجوا سالمين من هذا المقهى. كانت غادا تنوض الفوضى، لان الناس تعصبات وكتشوف على ان الانتصار ضاع منا بطريقه يعني شغنقول لك طريقه غبيه، طريقة غبية بمعنى الكلمة. وقبل منها بمقابلات اخرين في الوقت ديال رونار يا من هزمنا، ولكن كنقولوا بعدا بردوا لنا قلبنا وفوجوا علينا وشفنا كورة وشفنا لقطات زوينة وشفنا ديزانديفيدياليتي. حنا عندنا ديزانديفيدياليتي اللي معروفة ليش المونديال، عندنا بوفال وحكيمي وغيره وغيره وغيره، الناس اللي كيديروا العجب في الفرق ديالهم كيبدلوا نتائج ديال اللقاءات من مستوى عالي. ما شفناهمش الا استنينا جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه اللي كانوا هنا وهنايا كنستسمح هذه القناه باش نحيي اللاعب المرابط. نعم. القتاليه اللي ابان عليها اللاعب المرابط طيله المقابلات، كان صمام الامان، ولولا المرابط في وسط الميدان فيما يتعلق بتكسير الهجمات نتاع الفريق الخصم بالخصوص، كون نتائجنا كانت كارثيه. راه الادوار اللي دزناها راه كانت ادوار سهله، وغانم اللي كيلعب البارح ومبروك. غانم سعيد. وشفنا مدج اخر هو الحارس المصري. الحارس المصري راه من بعد قالوا على انه مصاب اصابه اللي مؤثره جدا، وحنا كنا كنشوفوا غير من خلال الوجه ديالو تيقول مش حخرج نظرا للراج داك السعر اللي كان شادو باش باغي يبقى يدافع على الفريق الوطني ديالو وغير داك الشيء اللي ما شفناهش عند واحد العداد ديال اللاعبين ديالنا. ما نبغيش نحمل المسؤوليه لفلان في الملعب، لفلان او لفلان او لفلان، بقدر ما كنحملها لخالي لوزيتش اللي ما وصلش انه يخلق واحد التوليفة منسجمة. يمكن ادو ولا تروا جوار بري اللي يكونوا كيتبدلوا على التشكيلة، ولكن تكون انت عارف التشكيلة ديال الفريق الوطني ديال المغرب وانا عارف التشكيلة ديال الوطن، نختلفوا في جوج اللاعبين او لا ثلاثة ماشي مشكل، ولكن احنا كل نهار كنشوفوا تشكيلة اقصائيات. راه شي كيفاش كل نهار كنشوفوا اقصائيات، راه واحد وراه هذا الشيء هو اللي سهل وخلى المدرب يبقى مطمئن على انه دار شي نتيجه مزيانه.
في حين انه ما الامتحان الحقيقي والمحك الحقيقي اللي كان هو الفريق الوطني المصري هو ما تفوقش انه ينتصر، وخلى العقده ديال المنتخب المصري مع المنتخب المغربي قائمه الذات، في حين انه لو كان المنتخب الوطني بالمستوى اللي حنا كنا كنترجاوه واللي لعب به في المقابلات اللي قبل، على الاقل ما كناش نخرجوا بهذه الطريقه، هذه الهزيمه ولا العدد ديال الاهداف ولا كذا ما كيهمش. اللي مهم ودارنا بزاف هو اننا تقصينا في هذا الدور هذا، في حين ان الامل ديال الشباب ديال المغرب اللي شحال هذه ما عاش الفرحه ديال انت شتي الفرحه ديال دزنا السدس العشر لي 16 دو فينال، وانت شتي الشوارع كيف كانت بالفرحه، وانت شتي الناس كيفاش كانت كتعيش على اعصابها. ثم كاين 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 نقطه اخرى بالنسبه لهذا الوضع اللي كيعيشوا الفريق الوطني، وهو ان التطبيل، كثر التطبيل على الفريق الوطني، كثر التطبيل على الفريق الوطني. ولات القنوات اللي كانت عجفاء، اللي كانت خاوية الوفاض، ولات عندها مادة دسمة انها تناول بالنقد وبهذا الفريق الوطني المغربي. سؤالي ليك استاذي هنا، كيفاش السيناريوهات المحتملة اللي ممكن انه الان احنا مقبلين على كأس العالم، نقولوا مرحلة كأس إفريقيا انتهت بسلبياتها وإيجابياتها، وخا كيغلب على الطابع السلبي اللي شفنا، كان تنقل ديال رئيس الجامعة إلى عين المكان، وحضور التدريب وقدم الدعم ديالو لا النفسي ولا الحضور ديالو في عين المكان وتسهيل المأمورية، لكن بالرغم من هادشي كامل حتى حاجة ما تقبلات كما كنقولوا. الآن حنا مقبلين على كأس العالم، اش من تحديات قدامنا؟ واش غنشوف خالد وزيتش؟ واش غنبدلوا المدرب؟ واش نتمنوا ان القادم يكون افضل. عندنا مقابلتين ربما بالقراءه ديال على الورق كيف كيقولوا هذا، هي لصالحنا، صالح الفريق الوطني المغربي، باش ندوزوا لهذا الكاس العالم. ولكن في ظل هذا التعنت نتاع المدرب، وفي ظل هذه الوضعيه الحاليه، وفي ظل ما يمكن ان يترتب هنا فين غيبان الاثار ديال هذه الهزيمه مع مصر، غادي يبان الاثار ديال الانعكاسات ديالو غادي تبان مستقبلا. وهنا تنجي معاك لنفس النقطه اللي هضرتي عليها، واللي هي الغياب ديال الجياش، وماشي زياش بوحده، هناك عناصر علاش ما جاتش؟ لانها لم تدين بالولاء للمدرب، لم تدين بالولاء للمدرب. والناس اللي كانوا كيدخلوا خيط بيض ويديروا اللقاءات ديال المدرب مع واحد المجموعه ديال اللاعبين، ما مشاوش في اتجاه انهم يصلحوا ما يمكن اصلاحه في العلاقه ديال المدرب مع 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 زياش. ولو كان عندنا زياش في المنتخب، كانت الوضعيه ديال المنتخب غادي تكون وضعيه اخرى. انه حتى هو كان في تواصل مباشر مع اللعابه، حتى هو كان كيدخل كيضغط على جهته وكيعاون كما قلنا، كيحاول ربما التعليقات كتقول انه كيطالبوا القجع بالاستقاله، هو والطاقم التقني، وكيطالبوا كل شيء بالاستقاله. ما يمكنش نمشيو مع هذا الطرح ديال تحت الصمعان علقوا الحجام. واحد المقوله كتقول تحت الصمعان علقوا الحجام، والحجام ما عنده حتى شي علاقه مع 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 الصومعه. المشكل المشكل اللي يمكن ياثر، ماشي هو الاستقاله ديال المدرب، لان الظرفيه دابا ما كتسمحش.
والمدة الزمنية ما بين المده الزمنيه ما بين ما ما بين ما بين هذه الهزيمه وما بين المباريات الحاسمه ديال كاس العالم ما كتسمحش بمجيء مدرب جديد وعادي يقلب على لائحه جديده وكل واحد والقراءات ديالو. لانه مثلا الى مثلا نفرضوا جاء ردينا رونار مثلا، رونار عنده الطاقم ديالو وعنده لائحة ديال اللاعبين المحترفين ديالو، قد يقصي واحد العدد من هادو اللي كاينين ويجيب واحد العدد آخر. الآن خصنا ندبروا المرحلة بحكمة، ندبروا المرحلة بحكمة وندوزوا الإقصائيات إن شاء الله ونتأهلوا لكأس العالم. أنا داك نحطوا أوراقنا الأرض ونجلسوا أطابل ونشوفوا ماذا يمكن أن نعد للدخول في 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 كأس العالم. أما بالنسبة للجامعة فكنظن على أن الجامعة دارت مجهود كبير في توفير كل ما يلزم للنجاح ديال الفريق الوطني. ربما يقدر يكون التأثير النفسي ديال التواجد ديال فوزي القجع مع اللاعبين في الحصص التدريبية وفي المستودعات وفي كذا، هذه مسألة اللي احنا دابا كنشوفوها على انها ربما تكون مارسة ضغط على اللاعبين وأثر على اللاعبين. ولكن لو كان انتصرنا كون قريناها قراءة اخرى ونقولوا على انه هو حفزهم وهو اللي كان في جنبهم وهو اللي دعمهم وهو اللي كان ما يمكنش ما يمكنش ونحمد الله اللي دابا كاينه غير 12 دابا نحمد الله اللي كاينه غير 12 مليار اللي يمكن في الميزانيه ديال الجامعه ولا هذا اللي كتصرف. ما راه اللي مشى بها المنتخب والحجوزات والسفريات هادشي كله كان الشعب المغربي يزيد يتحمل ويتحمل اكثر لو كانت النتائج. نعم. ملي ما كتكونش النتائج كنولي جوج دراهم كتولي كتبقى فينا وكتقرصنا، لان ما يمكنش يكون عندنا فريق وطني بلا ما تكون عنده ما يمكنش يكون عندنا فريق وطني بلا امكانيات وبلا غير الامكانيات اللي كاينه. يجب ترشيدها حكامه. هنا هذا مبدا دستوري يجب ترشيد هاد الامكانات. لو كان في جنب مثلا في جنب خليل وزيتش واحد من الاطر المغربيه، ماشي مغربيه مثلا، فو با دير بالله حجي ماشي مغربي، ما يمكن حتى واحد يناقش في وطنيته وفي مغربيته، ولكن واحد اللي هو متواجد في البطوله وفي المعسكرات وفي كذا وما غيكلفش الجامعه كما اللي كيكلفها مثلا حجي راه ممكن ذاك القدر ياخذه في اي بلاصه مشى فيها، راه اسم كبير حجي، راه ماشي شي حاجه اللي هي صغيره، ولكن تعطى فرص الاطر المغربيه الكفاءات المغربيه، وعندنا كفاءات اللي مشات بمنتخبات وطنيه لاعلى المستويات، السلامي وعموته والطاوسي وغيره عدد ديال الزاكي وعدد ديال الاطر المغربيه. استاذي في نهايه اللقاء كنشكرك على هذه التوضيحات كامله، يعني المناقشه المستفيضه اللي خدينا خصوص بعدد من النقاط، خصوصا هذه النكسه اللي كيف قال المدرب هو المسؤول رقم واحد ان صح التعبير على هذه النكسه الكرويه اللي وقعت يوم امس. رسالتكم في نهايه هذا البث المباشر؟ ربما غادي نلصقوا هذا التكيه ديال الهزيمه ونحملوا المسؤوليه فيها 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 المدرب، لان كيف قلت في البدايه حيت قلت المدرب. اسمح لي نعم في هذه النقطه. نعم. المدرب كتربطوا عقده مع الجامعه مبنيه على اهداف من بينها كاس افريقيا وكاس العالم، ماشي قالوا ليه غسير ولا جتيها مرحبا لا ما فيهاش لا ما فيهاش لا ما فيهاش
فيهاش الفوز بكاس افريقيا. شنو فيها؟ ما فيهاش الفوز، فيها التاهل لكاس افريقيا. العقده هو بالنسبه، هو بالنسبه، هو بالنسبه للجميع حقق الاهداف اللي متعاقد من اجلها على مع 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 مع, مع, مع اذا الجامعات، الجامعات تحمل، الجامعات تحمل مسؤوليتها. ولكن انا اللي بغيت نقول لك كيف قلت في الاول، بالنسبه للمسؤوليه، المسؤوليه تتقاسمها مجموعه من الجهات، وكل جهه على نصيبها في المسؤوليه، الجامعه نصيبها في المسؤوليه. وقلنا لانه الضغط اللي يمكن تمارس على اللاعبين من التواجد ديال رئيس الجامعه وفي الحصص التدريبيه وفي المستودعات وفي الفندق والسفريات وغيرها وغيرها وغيرها. المدرب لانه ما ظهرش بتشكيله قاره منذ تعاقد مع الفريق الوطني. اللاعبين ربما ما اداوش المهام ديالهم كما كان يجب ان تؤدى. اسمح لي، يعني كي قال لي مال باك ميل، قال لي راه قال له راه من الخيمه خارج. انا مدرب ما قادش يجمعنا حتى مع بعضياتنا ويفرض علينا شخصيته، عاد غادي كما قلتي قبيله غادي ندين بالولاء ليه، ولا غادي نكون نمشي معاه انا. عارف ان المدرب راه العامل النفسي اكثر من العامل التقني. اذا ما كانش هذا المدرب قريب من العامل التقني، العامل معايا كباترون حتى الفوق. العامل التقني بالنسبه للفريق الوطني وبالنسبه للناس اللي هما في واحد المستوى عالي من الاحتراف، ربما ما عندوش الاهميه ديال العامل النفسي. العامل النفسي هو الاهم بالدرجه الاولى. والعامل خرجوا الاوسكار اللي كان مدرب ديال الرجاء البيضاوي ومدرب العدد ديال الفرق الوطنيه، كانت القوه ديالو هي العامل، هي العامل، هي العامل، هي هي العامل، هي 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 العامل النفسي. وكنستسمحكم باش نقدم الشكر للسي جمال اللي وفر لنا هذا الوفاء، هذا الفضاء، واللي هو من العشاق ديال شوف تي في. انا الشهاده لله كنجلسوا غير باش نشربوا قهوه ولا شي حاجه، وتيجبد لي دائما المستجدات ديال 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 شوف تي في. اللي كنتمنى صادق، وهذه كنتمنى انها ما يدخلها لا مونتاج ولا حتى ولا على المباشر، على المباشر، هو ان كنتمنى ان شوف تي في يتوفروا لها ناس من المستوى ديالكم، لا من مستوى تناول المواضيع، ولا من مستوى اللغة باش كيتحدثوا بها، ولا من مستوى ولا من مستوى يعني المناطق الاهتمام اللي كتلامسوها. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن الجمهور المغربي، ايصال الصوت ديالو في كل ما يخص المجتمع المغربي. شكرا لك استاذي، تحياتي لمشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في من هنا من العاصمه الاسماعيليه التي كذلك كتشاطر الهموم ديالها مع المجتمع المغربي. شكرا الاستاذ احمد السبتي، شكرا لك على هذا اللقاء هذا مشاهدينا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.